لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفسنا عدد ما وسعه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحضر الكفرة أعداء الدين، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. ما زلنا في حديث الاستخارة في الأمور، وهو الحديث 62، ووقفنا على قول الشارح معلقا على الدعاء في الاستخارة، يقول: وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم. هذه اللفظة هي من أرفع ما يستفتح به الدعاء، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم بما علل فيه، لدرجة أن بعض العلماء قالوا: اللهم اسم الله العظيم. يعني في بعض العلماء حتى قالوا أن كلمة اللهم دي اسم الله العظيم، فهي يعني بداية مباركة فيها، وحسن البداية يؤدي إلى تحقيق المأمول. فالنبي بدأ الدعاء بقوله: اللهم إني أستخيرك. شوف لفظ اللهم إني أستخيرك بعلمك، معناه أن تنظر لي أنت الخير بعلمك الذي أحاط بجميع الأشياء، لا بعلمي أنا القاصر عن جميع الأشياء. وقوله: أستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقدره أنت لي بقدرتك الذي لا تعجز عن شيء من الأشياء، لا بقدرتي أنا العاجزة عن جميع الأشياء. وقوله: أسألك من فضلك العظيم، أي ما سألتك إنما أسأله من فضلك، فإنه لا حق واجب عليك، فما تفضلت به في مسألة هذه أو في غيرها فإنما هو من فضلك العظيم، يعني مش من حقي عليك، لأن أنا عبد وأنت ربي لازم تقديري، لا، لأن لو أخذنا بالعدل ما أعطانا شيء بل ما أبقانا، ولكن هي المسألة كلها الأمل في الفضل. شكرا. أسألك من فضلك، ما أسألك بعدلك، بعدلك مش هيكمل الدعم، مش هيبقى أهل حتى أنه يخاطب ربه، ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا بفضله. وربنا قال: اسأل الله إيه، من فضله ولا اسأل الله من عدله؟ اسأل الله من فضله، أي ما سألتك إنما أسأله من فضلك، فإنه لا حق واجب عليك، فما تفضلت به في مسألة هذه أو في غيرها فإنما هو من فضلك العظيم. والعظيم صفة لفضله عز وجل ولجميع صفاته ولذاته الجليلة. وقول: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، رجع هنا إلى ما أيدناه أولا بمقتضى قوة الكلام الذي أبداه لنا، اللي هو إيه أيده أولا؟ إيه؟ إن هي مسألة تحقق بالعبودية، والعبودية أصلها إيه؟ عدم العجز، يعني عدم القدرة. يقول: تقدر ولا أقدر، يعني أنا عاجز، وتعلم ولا أعلم، يعني أنا جاهل،
لأن العبودية أصلها الجهل والعجز، كويس، وعدم العلم كمان بمآلات الأمور والافتقار وكل دي، فيبقى ده تحقق، بيحقق نفسه بالعبودية. فإذا تحقق بالعبودية يقول لك تحقق بوصفك يغطيك بوصف أو يغنيك بوصف، هو ده معنى إيه الرجعة هنا إلى ما أيدناه أولا بمقتضى قوة الكلام، بمقتضى قوة الكلام مفهوم، مفهوم الكلام، مفهوم الموافق والمخالف الذي أبداه لنا. والفائدة في إبدائه لنا لأن الغالب من الناس عدم فهم ما تقتضي قوة الكلام. طب وليه هو النبي هنا أعاده بالرغم أنه مفهوم؟ وما بيقول اللهم أسألك أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. بمفهوم الكلام معناه أن أنا عاجز وأنك أنت تقدر ولا أقدر، لكن النبي بقى بينها كمان، بين المفهوم بمنطوق ولم يكتفي بالمفهوم. ليه؟ لأن بعض الناس تعجز عن إدراك المفهوم، فأراد أن يحققك بمفهوم الكلام في صورة المنطوق، واخد بالك؟ كل ده من أجل إيه؟ أنك أنت تستشعر الاضطرار، وربنا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. والفائدة في إبدائه يعني إبداء المفهوم لنا لأن الغالب من الناس عدم فهم ما تقتضي قوة الكلام اللي هو ما وراء السطور، يسمى دلوقتي يقول لك ما وراء السطر، اللي هو العلماء الوصول لك المفهوم اللي هو ما وراء الكلام، لأنه لا يعرف ذلك إلا أربابه وهم قلائل، والدعاء يحتاج إليه من يعرف ذلك ومن لا يعرف، فمن لا يعرفه فلا يحصل له بتلك الألفاظ ذلك التنازل المقصود من النفس فتسقط فائدة كبرى من الأمر، وقد تكون هي أقوى الأسباب في النجح. فعاده صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة اللي هي إيه؟ الاستشعار بكمال الافتقار. وقوله وأنت علام الغيوب، هذه زيادة في الثناء على المولى الكريم، كأنه يقول الكلام، كأنه بقوة الكلام يقول وإن كنت تعلم الغيب في مسألتي ليس علمك بالغيب فيها بحكم الوفاق ولا لعلة من العلل، بل إنك أنت علام جميع الغيوب على حد الكمال والجلال. وزيادة الثناء على المولى من أنجح الوسائل، فهذا هو حقيقة الافتقار والاضطرار، وهو الحق الذي لم يبق لنفسه من الدعوة شيئا، ورد الأمر إلى من هو أهله وهو له حق. وقوله ثم قال اللهم، أعاد اللفظ تاني اللهم، إنما أعاد هذه اللفظة لما فيها من الخير والرغبة. وقالوا إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، إنما قدم الدين، ما أشر هذا الأمر خير في دنياي الأول، لا في ديني، وكأن الدين مقدم على أمور الدنيا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، إنما قدم الدين لأنه الأهم في جميع الأمور، فإنه إذا سلم الدين فالخير حاصل، تعب صاحبه أو لم يتعب، وإذا اختل الدين فلا خير بعده ولو استراح صاحبه، لأن من عمل من أجل الدين وجد الله، ومن وجد الله وجد كل شيء، ومن عمل من أجل الدنيا وترك الدين وجد نفسه وفقد الله، ومن فقد الله فقد كل شيء. لأن لو وجدت نفسك هتجد الفقر والعجز والعوز والجهل، هتجد إيه؟ هتنتقل من حالة إلى أسوأ. وعشان كده من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. وقول ومعاشي، شوف خير لي في ديني ومعاشي، أي في عيشي في هذه الدار. وقول وعاقبة أمري، وعاقبة أمري أي في آخرتي. وقول أو قال في عاجل أمري وأجلي، الشك هنا من الراوي والمعنى واحد، وإنما قال هذا هنا لما كان فيه وفي جميع الصحابة رضوان الله عليهم من التحري في النقل والصدق، يعني هو لما شك في اللفظ قال أو، لأنه يريد أن يتحرى اللفظ اللي قاله بالضبط.
وقول فاقدره لي مأخوذ من القدر. قدره جاء من القدرة والقدر، لأن في ممكن تبقى قدرة وممكن قدر. قدر يعني تضييق، وقدرة يعني إيه؟ يعني فعل ما يريد. عشان كده يقول لك إيه؟ من قدر عليه رزقه يعني ضيق، فظن أن لن نقدر عليه نضيق عليه. لكن اللفظ القاف والدال والراء قد تدل على القدر وهو التقدير، وقد تدل على القدرة وهي فعل ما يريد. عشان كده يقول فاقدره لي مأخوذ إيه؟ من القدر، اللي هو إيه؟ منشأه القدرة. وقوله يسره لي ثم بارك لي فيه مأخوذ من التيسير، مخافة إن ترك في ذلك لنفسه وإن قدر له به فيقع في تحصيله. يقول يسره لي وبارك لي فيه، يعني حتى لو كان في خير ولم تيسره لي هتعب. فإذا كان في خير يسره لي، لأن أنا برضو عاجز إن أنا أحصل ما فيه خير إلا أن تيسره لي. واضح؟ ثم بارك لي فيه، ثم يقول وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجل، الكلام عليه كالكلام على الذي قبله. لكن هنا بحث، وهو أن رأينا أن كل من لازم قوله طلب الخير، أن رأينا من أن كل من لازم لازم قوله طلب الخير وقال له به لا يكون فيه شر، أن هو أي بيقول إيه؟ أو قال في عاجل أمري وأجل كلام عليك الكلام الذي قبله. لكن هنا بحثه أن رأينا أن كل من لازم قوله طلب الخير وقضى له به لا يكون فيه شر، فما فائدة إعادة الكلام؟ أيوه، يعني إذا كان كل ما يقضي الله فيه خير، طب ليه بتعيد الكلام تاني؟ لأن وإن كنت تعلم إن كان شر، طب ما لو قال الخير يبقى معناه دفع الشر، فالإعادة كأن إيه؟ كأنها فيها تفصيل هو موجود في الإيه؟ في اللفظ الأول بمفهوم المخالفة. فنقول فائدة الإعادة لوجهين، أحدهما ما ذكرناه أولا، إن بعض الناس لا تفهم قوة الكلام، بل لا تفهم إلا بالمنطوق، فأعاده من أجل أن يفهم كل داعي، لأن ليس كل داعي على درجة من العلم. وهو أن ما كان يدل بقوة الكلام أعاده نصا للعلة التي ذكرنا. والوجه الآخر مختلف فيه، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس؟ لأن في دي مسألة في الأصول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا ليس كذلك؟ وده مبحث في الأصول. ووجه ثالث وهو الإبلاغ في تحسين الحال، الإبلاغ يعني المبالغة، الإبلاغ هنا معنى المبالغة في تحسين الحال. وقوله فاصرفه عني واصرفني عنه، البحث هنا كالبحث فيما تقدم أنف. وقول واقدر لي الخير حيث كان، هذه إشارة إلى تمام قدرة القادر، وهو إبلاغ في التنزيه، يعني برضو مبالغة، إبلاغ في التنزيه يعني مبالغة في التنزيه، لأن قدرته جل جلاله البعيد والقريب عنده على حالة سواء، والإيمان به واجب. ومن الدليل على ذلك ما نص عز وجل في كتابه من قصة عرش بلقيس الذي أتى به لسليمان عليه السلام لما دعا الذي عنده علم من الكتاب في لمحة البصر وكان من البعد حيث كان. ومن الدليل على ذلك من طريق العقل أنه لو عجزت قدرته عز وجل عن ممكن ما صح له الكمال، والكمال لابد من وصفه عز وجل به، فلا يعجز إذن عن شيء من الأشياء. يعني إذا كان هذا الأمر فيه خير أقدره، إن كان شر اصرفه وهات لي بقى بمقتضى علمك وأنت على كل شيء قدير ما فيه خير. ثم أرضني، أي أرضني به
لأنه إذا قضى له ما فيه الخير ولم يرضى فقد تنغص، ومن تنغص حاله ما كملت له عافية. لأن ممكن ربنا يدي لك حاجة فيها خير ليك وأنت مش راضي بيه، فتبقى متنغص لك، وعسى أن تكره شيئا هو خير لك. فهذا من كمال العافية، يعني من كمال العافية أن يعطيك ما يرضيك، أن يعطيك ما يرضيك، دي من كمال العافية. لأن لو أعطاك ما فيه فائدة وكنت غير راضي تنغصت برضه، تفضل منغص، منغص من عدم الرضا وعدم القناعة. اقنع بما رزقه الله لك تكن إيه؟ أغنى الناس. وقد ذكر أهل الصوفة أنه من استخار في شيء فقضي له فيه قضاء ولم يرضى فإنه عنده من الكبائر الذي يجب منه التوبة والإقلاع، لأنه من سوء الأدب. لأن أنت لما استخار وربنا اختار لك وتيجي ما ترضاش باللي اختاروا لك ربنا، دي من الكبائر. فهمت بقى المسألة؟ أنت خدت ايه؟ علم الله سبحانه، فوضت الامر لعلم الله واستخرته فاختار لك، ثم تلقيت هذه الخيره بعدم الرضا، او دي من اكبر الكبائر. واخد بالك؟ حتى سيدنا ابو الحسن الشاذلي في حزب البر يقول ايه؟ بيقول فان اشد يعني المعاصي من امن بك ولم يرضى بقضائك. من آمن بك ولم يرضى بك، دي من أشد المعاصي. إزاي تبقى مؤمن بالله ثم لا ترضى بقضاء الله وقدره؟ فالرضا بقضاء الله وقدره معناه من كمال الاستسلام والانقياد. شوف ربنا بيقول بالنسبة للنبي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا مع النبي، فما بالك برب النبي؟ فهم؟ عشان كده قالوا إنه هو من سوء الأدب الذي يجب منه التوبة والإقلاع، لأنه من سوء الأدب. وما قالوه ليس يخفى، لأنه لما رجع هذا العبد المسكين إلى هذا المولى الجليل ورغب منه أن ينظر له بنظره فكيف لا يرضى؟ فهذه صفة تشبه النفاق، بل هو النفاق نفسه، لأنه أظهر الفقر والافتقار والتسليم ثم أبطن ضد ذلك. فأين هذا الحال من قولي أستخيرك بعلمك على ما بيناه أولا؟ وقد ورد في الحديث ما معناه أنه عز وجل يقول: ما غضبت غضبا أشد من غضبي على من استخارني في أمر فقضيت له فيه قضاء كرهه، أو كما قال. وهنا بحث لما سميت الحاجة، وهو عز وجل يعلمها لأنها من جملة الغيوب. فالبحث هنا كالبحث في قوله: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي. لكن هذه زيادة، لأنه قد يكون في إيمان بعض العوام ضعف فيلحقه الشك. هل يعلم حقيقة؟ هل يعلم حقيقة أم لا؟ وإن كان جهل بعض العوام ببعض الصفات لا يخرجه من دائرة الإيمان على ما أجمع عليه أهل السنة، لكن لما كان هذا الموضع من المواضع التي لا يمكن فيها إلا الإيمان الجازم من أجل قضاء الحاجة، أتى صلى الله عليه وسلم بما يحق في الإيمان الذي هو الأصل في هذه الفائدة، لأنه لا فرق بين البقاء في دائرة الإيمان وقضاء الحاجة، لأنه قد يكون في دائرة الإيمان ولا تقضى له حاجة إلا أن يأتي الله بمن يشفع له، ولأن دعاءه هو الشفيع له، فإذا كان إيمانه ناقصا لم ينفعه. فهذا أقوى دليل لأهل الصوفة الذين يرون بدوام الفقر والافتقار والتخلي في كل الأنفاس، إذ بفقر ساعة يستفيد به الفائدة، فما بالك إذا كان دائما. وقد كان بعض أهل هذا الشأن إذا وقعت لبعض الفقراء حاجة فيلجأ فيها إلى الله فيتفضل عليه بقضائها، فيقول له: يا سيدي ما أجل اللجأ إلى الله؟ فكان جوابه رحمه الله أن يقول: لما تحيد عنه حتى تحتاج الرجوع إليه؟ فانظر عبارتهم كيف تخرج مع أصول الشريعة على حد سواء. وإن كان بعضهم لا يعرف القاعدة في ذلك الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رزق من باب فليلزمه. فإذا رأى أن الخير كله في الرجوع إليه،
فلا يحد عنه حتى يحتاج أن يرجع إليه كما ذكر هذا السيد سواء. يعني كل ما تعرف أن أنت الفضل والخير بيجي لك من باب معين إلزم هذا الباب، زي في باب الرزق مثلا، ربنا قدر لك رزق في صنعة معينة، إلزم الصنعة دي، ما تروحش تطلب رزق في صنعة تانية، اتقنها وخليك أنت، ربنا نشأك في أرض بتزرعها، خليك في الزراعة، سيب الأرض تزرع، زي كتير من الناس يسيب الأرض اللي بتزرع ويجي في مصر هنا يجيب لك بتاعه ويقعد على الناصية مستني حد يشغله في المعمار، وبعدين يعيش بعد كده حياة صعبة. طب ما أنت عندك أرض هناك عند أبوك هناك، تسيب أبوك وهو راجل عجوز مش عارف يزرع ويجيب ناس بالإيجار، وتيجي أنت بقفة هنا تقعد تستنى مقاول يتأمر عليك وتقول لك بطلب رزق، وده من سوء الأدب. لما ربنا يقيمك في حاجة خليك عليها والزمها، يجي لك الخير منها. يعني مثلا انا راجل طبيب جراح، رزق بيجي لي من خلال مهنتي، خلاص مفيش داعي ان انا اسيبها وادور بقى على برنامج تلفزيوني وقناه فضائيه واعمل برنامج واخد انا رزق بالاعلانات. فهمت ازاي؟ زي ما بتعمل بعض الناس كده، ما يصحش، مش من الادب. فهمت؟ فكل واحد، انت ربنا اقامك مهندس خليك في الهندسه بتاعتك اتقنها والزم هذا الباب هيجي لك رزقك منه. أقامك مدرس خليك في التدريس. أقامك مثلا في المجال الفلاني خليك في المجال الفلاني. أقام العباد حيث أراد. فحيثما جاءك الخير من باب إلزم هذا الباب. لا تحيل عنه. فهمت بقى إزاي؟ لأنك لما تحيل عنه أنت بتختار بشهوتك. أنت بتختار بقى على مزاجك، يعني يا ربنا أنت بتجيب لي الخير من هنا، لا أنا عايز أبقى أجيبه لي من هنا. وتروح مدي ظهرك للباب اللي جاي لك منه الخير. فربنا يتركك لاختيارك بقى. فلما يتركك لاختيارك هيتركك للفقر والعجز ولكل حاجه. فهمت؟ ادي المعنى، يعني انك انت كلما جاءك خير من جهه الزم دي ليه. برضه في الطرق الصوفيه يبقى ليه شيخ، والشيخ بتاعه ده كويس، لكن هو عينه مش مليانه بالشيخ، عايز يشوف تغنيه شيخ ثالث وشيخ رابع، يوم يسيب الباب ده ويروح للباب ده، والباب ده يروح للباب ده، يفضل طول عمره قاعد يتنطط وما يوصلش لحاجه لانه مش مركز. الزم باب واحد هتوصل منه من اسرع طريق، تلزم باب واحد توصل منه من اسرع طريق، انما كل شويه تدق باب تدق باب، وعلى ما يجي يتفتح تكون سبته ورحت باب تاني بتدق عليه، فما يفتح ما يلاقيكش واقف، انت قدامه واقف باب مقفول، ما انت دقيت هنا وهيتفتح بعد لحظه، رحت انت سايبه وقعدت تدق هنا، فتح ما لقاش حد واقف، قفل تاني وانت واقف قدام الباب المقفول، تروح داقي الباب التاني تروح جاري، يجي الباب ده يتفتح ما يلاقيكش قدام، تفضل تدق على ابواب مقفوله على طول، لكن الزم باب واحد يتفتح. ادي معنى خلاصه كلام الشيخ اللي هو عايز يقوله لك، والله تعالى اعلى واعلم. فبيقول هنا ايه؟ وقد قال عليه السلام كناية عن مولانا جل جلاله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فانظر بعين بصيرتك لباب من تقف وأي جهة تقصد. فلازم نتعلم الأدب مع الله، إننا ما نخرجش نفسنا مما أقامنا الله فيه حتى يخرجنا منه، دي من باب الأدب. أقامك حيث أرادك، فلا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه. اجتهد فيما أقامك الله فيه يجي لك رزقك، سواء هذا رزق روحاني او رزق ايه بدني، يعني قد يكون الرزق رزق روحاني برضه، انك انت يبقى علماء بلده زي الفل ويروح مسافر سايب بلده ويتغرب ويدور على علماء تانيين، تيجي تدور على واحد مصري شيخك فين يقول لك في باكستان، طب انت مالك هو خلاص مصر ما بقاش فيها مشايخ، رايح تاخد لي شيخ من باكستان، شيخك فين يقول في الهند، طب وليه يا ابني ما شيخك شيخك هنا احسن لك، خلي بتاع الهند اللي بتوع الهند وخلي بتاع باكستان اللي بتوع باكستان. ما هو ربنا لم يجعل مكان يخلو من قائم لله بحجه، فتترك انت حجه المكان وانت عايش في هذا المكان لحجه انسان اخر في مكان اخر قد لا يناسب طبعك ولا يناسب وسيله حياتك. واحنا عارفين قصه سيدنا ابو الحسن الشاذلي، هو في المغرب عايز يدور على قطب الزمان، قالوا له تلاقيه في بغداد، شوف ان المغرب لبغداد قد ايه سفر، يعني قعد سنه يسافر
هو لما راح بغداد وقعد يلف يلف قابل واحد من الاولياء قال له انت سايب بلدك وقطب الزمان عندك في بلدك في نفس البلد اللي انت اتولدت فيها، راح رجع تاني شوف تعب قد ايه، فتلاقي الخير جاي لك قريب وانت عايز تدور على البعيد. عشان كده المصريين يقول لك ايه، الشيخ البعيد سره ومطرب الحي لا يطرب. واخد بالك العاده كده؟ يعني احنا في بلدنا في الارياف عندنا راجل مقرئ صوته جميل من اهل البلد، الناس بتوع البلاد التانيه ياخدوه يقرا لهم في المياتم يعني وبتاع، يدوله قد كده. اما يبقى عندنا ميتم في بلدنا ما يجيبوش ابدا، ويجيبوا ناس يمكن اقل منه. ليه؟ لان ده بقى مطرب الحي لا يطرب. فتملي العاده دي. لكن عموما لما ربك يكون اقامك في مكان وجالك خير منه الزم هذا المكان وما تستعجلش، لا تتعجل ما اراد الله تاخيره ولا تستاخر ما اراد الله تعجيله. فان تاخر فاتهم نفسك، ما تتهمش ربك، اتهم نفسك في عدم الصدق في عدم الوجود، ما تتهمش شيخك. تقول انا مع الشيخ بقى كتير وما اتفتحش عليه، طب ما العلم مش في شيخك، العلم فيك انت، ما كنتش في كمال الصدق. فهمت ازاي؟ فبدل ما تتهم شيخك اتهم نفسك، بدل ما تتهم صنعتك اتهم عدم اتقانك لصنعتك. فهمت ازاي؟ فاتهم نفسك احسن وتراجع نفسك. ادي يعني خلاصه كلام الشيخ في الاخير. والله تعالى اعلم واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.